سابقة في الحالات الطارئة، شنو الحالات؟ معناها رأيت الحالة طارئة، الأشخاص الشبكة يطلع مشان الندى تطلع التصرف الآمن في الحالات الطارئة. شنو تصرف التصرف الآمن؟ ورشة اليوم طبعا بعنوان طبعا التصرف الامن في الحالات الطارئه، اداره التدريب وبالتعاون مع شركه نهى للتدريب. طبعا تقيم اليوم هذه الدوره في قاعه بلد الطيوب داخل ديوان الهيئه العامه للثقافه. هذه الدوره طبعا تهدف لتوعية وتثقيف الموظفين والمتدربين في إطفاء الحرائق وكذلك التصرف الآمن في الحالات الطارئة. أساس المكتب الأول تأمن على السلام، تكون سلام حتى تكون نتائج كارثية سواء مادية وسواء بشرية هي شرية هي الحرائق. ليش ما كسر؟ كل الحاضرين أو أي شخص منكم أي سؤال أخير.